مرحبا، اسمي رانيا قمحاوي، مديرة البرامج والعلاقات الدولية في المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين في الأردن. المركز يعنى بتطوير الفنون في الأردن، خصوصا في مجال الفنون المسرحية وفنون الرقص، وأيضا في استخدام الفنون في إثراء العملية التعليمية وفي مجال التنمية الاجتماعية. أنا مصممة ومدربة رقص، تخرجت من الأكاديمية الملكية البريطانية، وأسست أول برنامج تدريبي محترف في فن الباليه في الأردن. في عام 2008 أسسنا مهرجان عمان للرقص المعاصر، وهو مهرجان نعقده كل عام في شهر نيسان، نستضيف من خلاله فرق عالمية بارزة ومميزة في مجال الرقص المعاصر، ولكن للأسف وبسبب جائحة كورونا لم نستطيع استضافتهم هذا العام، وأتمنى أن نستطيع استضافتهم في العام المقبل. بالنسبة لإجراءات الحكومة، كانت إجراءات صارمة جداً، التزمنا البيوت لفترة طويلة، وحتى الآن أنا في عمان ولدينا حظر تجوال على تمام الساعة السابعة مساءً كل يوم، لكن تدريجياً بدأت الأمور تتحسن، وأهم شيء أنه سمح لنا العودة إلى العمل، وهذا شيء مشجع جداً. برزت أهمية الفنون في هذا الوقت بالذات، أهمية الفنون في المحافظة على الصحة العقلية والصحة الجسدية كوسيلة للتواصل للتعبير عن النفس، ورأينا الكثير من المبادرات في أنحاء العالم كدليل على ذلك، مثل الغناء من الشرفات، الموسيقى في الشوارع، الرقص في البيوت، وهذا أمر يثبت أهمية الفنون في حياة الإنسان. فدوى لعيونك يا أردن، رح نقعد بالدار حنا، يا حما غالي علينا، ما نطيق البعد عنا. أفضل أن ترجع الأمور كما كانت، لأن بالذات الفنون المسرحية وفنون الرقص يجب أن تكون ضمن علاقة مباشرة وشخصية، وأن يحس المشاهد بكل شيء يجري على المسرح. ولكن أهم شيء تعلمته إننا لبعض مع بعض، وإن شاء الله بنقدر نواجه هذه الأمور دائما مع بعض.